الفرجة التي جمعته بضيفه الوداد البيضاوي بإحراز هدفين أعاد بها التوازن إلى اللقاء. في بداية الشوط الأول حاولت العناصر الودادية هز الشباك إلا أنها لم تتمكن من ذلك. في الجانب الآخر لاعبو الجمعية السلوية يسعوا بدورهم إلى اقتناس هدف السبق، لكن غياب التركيز حال دون إتمامها. الدقيقة 38 جاءت لتبشر عن الهدف الأول، وقعه ياسين الكحل بعد استغلاله لتمريرة محكمة من اللاعب الحواسي. وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين حكم المباراة يعلن عن ضربة جزاء انبرى لها مالك إيفونا الذي نفذها بنجاح لتنتهي الجولة الأولى بتقدم أبناء القلعة الحمراء بهدفين دون رد. الشوط الثاني جاء مخالفا لما سبق، اتشن أبناء الرقراق هجمات مكثفة الغرض منها تقليص النتيجة لكن دون جدوى كهذه المحاولة للرفيق الماموني التي لم تحتسب بداعي التسلل. عزيمة السلاويين استمرت ليتمكن الماموني من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 78. بعدها بعشر دقائق يوسف القناوي يضيف هدف التعادل الثاني لجمعية سلا. بالتعادل هدفين لمثلهما انتهت إذن المواجهة، ونقطة إضافية قد تشكل الفارق للعناصر السلاوية التي يبقى مستقبل بقائها رهين بنتائج مباريات آخر دور.